للتواصل مع زفان الخط الساخن 71-106-111. هيدا تليفونك يحيى عم يطن 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 كل الوقت. على شو وضعنا؟ على كيف عم يتفاعلوا معنا؟ والعاني والعاني. لا لا خليك 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 يعني تأكدت الخبرية هلا انه عن جد الناس انقلبت بعد ما صار التويست. كثير ناس معصبة او كثير مضايقين كيف. خلينا نشوف شي فيديو، ما عندنا كثير وقت. في عندنا فيديو، في عندنا فيديو وصلنا، خلينا نحضره. أنا متابع الحلقة من أولها، وبالأول أنا تعاطفت مع الأب، بس بعد اللي عمله إنه وصل ابنه على المطار ما لقى لهفة الأب، ما لقى الحنية المفروض كان هو منتظرها. أنا ضد اللي عمله الأب، وأنتم ما تندموا على اللي عملته، لأن خدمته الشاب إنه يشوف بيه، وهذا حق لإله، فيعطيكم العافية على اللي عملته. حلو، بعتقد هذا هيك بيلخص كل شيء. على كل الاحوال شكرا لك علي. تعودوا انه تصوروا حالكم، بما انه يحيى قال انه سيلفي، بعتولنا فيديو، مش بس صوت، اكثر بعده عم يجينا صوت، بس رح نضلنا متمسكين بهذا الشيء لانه رح نفوت بهالجيل الجديد من التواصل. وائل، انت يعني بما انه كان عندك موقف مشكك كمان مع سيبال، مش كثير عجبتك الخبريه، شو هيك اخر انطباع بتحب تقلنا اياه؟ اخر انطباع هلا انا بفضل احكي عن المقال اللي كتبته فاطمه عبد الله. لا ما في فاطمه عبد الله. ما في. تحيه لفاطمه عبد الله. دكتوره رندا، انت مهتمه تحضري مسرحيه اسمها جوليا؟ اكيد. ايه، بركه بنروح سوا. خلص 25 شهر مدعوين. 25 شهر مدعوين. 25 شهر. شو لفت لك نظرك اكثر شيء بحكيها لانجو ويحيى؟ هو عم كثير حبيت، لانه انا عملت رحت اشتركت بورك شوب للمسرح لحتى اعرف كيف التمثيل بالمسرح بيكون. ايه. يعني عن حشريه، وبقيت عند الله يرحمه مش من زمان توفى منير ابو دبس. ايه. العظيم. وبعد سنه اكتشفت انه انا ما بقدر ابدا مثل، يعني كثير انبسطت انه لما قالت انه لما شيء بخصها لإلها المرض بدها تمثله، ما كانت تقدر تمثله، وهالديكولمون هالانسلاخ عن انت مين والشخصيه مين ما كانت تقدر تعملها. انبسطت كثير بهالمقطع يلي خبرت عنه. عم يوصلنا كمان رسائل من عائلة عبد المنعم عم يتشكرونا وعم يعتذروا ويقولوا لا لا ما في داعي. على كل الاحوال فينا نعلي على الموضوع، اذا هن على بالهم كمان يحكوا بالموضوع، ان كان عبد المنعم او الصبي ابنه حمود او العائلة، جمعة الجاي بركي بنستقبلهم كمان. يعني نحن شو ما كان بنضلنا على راسنا عكار، وعلى راسنا بلدة تكريت، وعلى راسنا عبد المنعم، لانه انا دائما بحس انه كلنا عندنا قصه، كلنا عبد المنعم محلنا، ومش مهم شو القصه، المهم نخبر القصه، نعرف كيف نخبر القصه. يعطيكم العافيه. ما كان بدي انا عبد المنعم، كان بدي انا بالمسرحيه. بس رجعنا الى اللقاء. ميرسي كثير. ميرسي.